هذا سائل يقول: ماذا يحكم على شخص يشرك بالله وهو لا يعلم قبل أن يموت؟ وهو لا يعلم. نعم يا أخي، الشرك واضح. اللي يسمع القرآن ويسمع السنة ويسمع البرامج الدينية ويسمع اليوم وسائل الإعلام ما تخفي شيء، تعلنه في المشارق والمغارب، ويبلغ الناس. هذه من حكمة الله، لئلا يقول أحد يوم القيامة: ما بلغني شيء، ما جاءني شيء، ما سمعت شيء. الله جل وعلا جاب هالوسائل تبلغ الناس في المشارق والمغارب، فما لحد حجها الآن في أمور الشرك وأمور التوحيد. أما الأمور الخفية اللي تحتاج إلى بيان، هذه لابد من بيانها، مثل بعض المسائل المحرمة والمسائل المشكلة اللي تشرح نعم.